حاجة كقناة السويس، بمعنى انه هل تأثير كورونا، حاجة زي كورونا فيروس زي اللي جيب بشكل عالمي، الحرب الروسية الأوكرانية، اي احداث سياسية، هل هي بتأثر على مرور السفن، بتأثر على قناة السويس؟ شوف حضرتك، اي احداث سياسية بالذات بتأثر على النقل البحري والتجارة العالمية. نعم. شور يعني. احنا دايما بنبقى بنعمل ايه بقى عشان نتلافى هذه الاحداث، وازاي نعوض الخسائر اللي ممكن تحصل. يعني مثلا جينا في كورونا عملنا حزمة تخفيضات كبيرة جدا. صحيح. احنا كنا عارفين طبعا ان احنا هيبقى في مشكلة عندنا، لان سفن الحاويات العالمية وفي سفن الحاويات اللي بتيجي من الصين كمان، دي بتمثل بالنسبة لنا عدد كبير. نعم. فبالتالي كان عارفين ان احنا مش هتشتغل، فكان لازم نعمل احزمة سوقية وتخفيضات. وصلنا من 17% ل 75%، وجذبنا بيها سفن جديدة زي ما قلت لحضرتك، دي يمكن الاستمرار لجزء من السفن من ايام من حرب كورونا من 2020. نعم. قصدي من جائحة كورونا من 2020. احنا قدرنا نجذب اعداد من السفن كبيرة، عوضت الفقد اللي احنا خسرناه من السفن الاخرى اللي ما اتحركتش بمكانها او اللي اتلغت نتيجة ان في طبعا عمال الشحن برضه كان في سلو داون في المواني. صحيح. قصة كبيرة يعني في موضوع الكورونا، لكن نجحنا فيه الحمد لله. وكنا متفقين وخدنا اشادات دولية بهذا الموضوع، لان بقية القنوات الاخرى يمكن خسرت واحنا كسبنا. هم قالوا نظام الاي ام او والبلطيق ان احنا زدنا حوالي 8% في عدد السفن، يعني مش بيقول احنا اشاده بنعملها اشاده من الخارج ان احنا حققنا خلال كورونا. برضه الحرب الاوكرانيه الروسيه في الاول انا قلت ان دي هتبقى ليها اثار ايجابيه واثار سلبيه. الاثار السلبيه طبعا البترول والغاز والقمح اللي كان بيطلع يروح شرق اسيا من اوكرانيا ومن روسيا وقف، ولكن الاثار الايجابيه اللي هي الغاز والبترول اللي كان بيجي من روسيا يروح اوروبا فيجي من الخليج من تحت ويجي من الجنوب. وبالتالي ده عوض الفرق ده، يمكن زاد كمان عن اللي كان بينزل من الشمال، وده بأعداد كبيره. فالحمد لله برضه احنا حققنا خلال الحرب الروسيه، لا يعني احنا خلال شهر 8 اهو، وشهر 7 وشهر 6 الحمد لله محققين ارقام برضه كويسه. طيب هل في، يعني اقصد انه ما زالت الحرب الدنيا ما حدش عارف هتخلص على ايه ولا هتخلص امتى، وتوترات جديده بتحصل في على مستوى العالم، هل في تحفيز اخر، او بنتكلم زي ما حضرتك قدمت بعض الحوافز او بعض التحفيز لجذب حتى حركه جديده، هل في تفكير في هذا الامر؟ شوفي حضرتك، احنا دايما مجهزين السيناريوهات دي لكن بتستخدم في الوقت المناسب. لغايه دلوقتي احنا يعني خلال الفتره دي لا ما استخدمناهاش، لكن جاهزين لو حصل تاثير سلبي على قناه السويس في اعداد السفن والحمولات والعائد بالدولار نتيجه اي ظروف عالميه. نعم. احنا جاهزين، يعني جاهزين احنا عندنا خبره بالذات من كورونا ان احنا نقدر نعمل ايه، نتحرك ازاي بحيث نعادل هذا الخساره لو تحصل. نعم. طيب سيادة الفريق، حضرتك في تصريحك بتقول انه تتكلم عن الجيل الجديد من سفن الحاويات العملاقه. حضرتك بتقول انه احنا عملنا ده وده كان اضافه جديده بالنسبه لنا، ايه موضوع الجيل الجديد؟ الحقيقه ان احنا الجيل الجديد ده اللي هو طبعا اللي الحمولات بتاعته بتكون كبيره جدا والغاص بتاعه بيكون كبير والمركب نفسها بتكون كبيره، بحيث تستوعب اعداد من الحاويات. يعني مثلا اللي احنا الجيل الجديد اللي احنا عدينا ده عدينا 8 مراكب بيشيل 24000 حاويه. الحموله بتاعته 224000 طن، يعني عايز اقول مركب رقم. يعني مش 224000 طن، يعني بيتكلم في ربع مليون الف طن.